ديرو فاندريسينج أيها المتابعون الكرام، أيها السيدات والسادة، انطلق الشوط الخامس للخيل العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر بمشاركة 9 من الجهات العربية الأصيلة. انطلاق موفق لهذه الشعارات أيها المتابعون الكرام، بانطلاق رداد القادم من السلطنة تختبر الصدارة لصالح باسل. جوليان سمارت فيز، هيز سمارت ان ذس ريس، راح مع باسل على المركز الأول. انطلق للسحب الشوط لصالح الجواد غزوان. إذن المركز الأول باسل بفارق بعيد جدا، ولكن يبدو لي إذا رداد مسك السيطرة بيكون الأمور طيبة. رداد ان ذا سكند. إذن المركز الثاني رداد بال أورانجوكي القادم من سلطنة عمان، جميلة وعامر للسلطنة. المركز الثاني، في المركز الثاني ذا بلو جوكي مع غزوان لسمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني، بينما ثالثا الباند ميول ان ذا ريل. الباند ميول ينطلق مع طيف سلالة عامر وجميلة أيضا، بينما جي فايكن بورد. بينما يأتينا في المركز الرابع، في المركز الرابع تواجد المجهور محرج الكبار على المركز الرابع، بينما زمير على المركز الخامس. نتراجع إلى المركز السادس لنشاهد شحيل بن خليفة مع سباجيتي على المركز السادس، بينما نعود لباسل على المركز الأول، سلالة عامر وسامرة على الصدارة، بينما غزوان يبدأ بتقليص الفارق عند السكند. إذا نعود إلى المركز الثالث، هنالك اللي هو الجواد رداد القادم من السلطنة، بينما المجهور في وضع جيد جدا جدا جدا، بينما هنا الانطلاق من قبل الباند ميول المارنجوكي. المارنجوكي ينطلق مع الجواد طيف على المركز الرابع. ان غزوان في المركز الاول في صدارة هذا الشوط، طيف انطلقت. ان جي فايكن على المركز الثاني، غزوان انطلق بقيادة إيلين مونرو. الانطلاق فعلا من قبل الجواد سباكيتي ان ذا ثيرد فعلا يا المتابعون الكرام، بينما غزوان ينطلق، ولكن طيف في المركز الثاني. ان سباكيتي ان ذا ثيرد، غزوان ان ذا فيرست، ان ذا سكند، هنالك طيف. غزوان ايها المتابعون الكرام، هنا غزوان ينتصر وإلى الطريق إلى سيف سيدي أمير البلاد المفدى الجواد اللي هو غزوان، يخطف الصدارة لصالح الشحانية بتصنيف 124 ليمورو، والمدرب اللي هو And the official result, the winner is horse number 4, Ghazwan, for His Highness Sheikh Mohammed bin Khalifa Al Thani, the trainer Julian Smart, and the jockey Ellen Monroe. On the second, horse number 8, Taif, for Umgarn Farm, and the trainer Alban de Mule, and the jockey Jay Faiken. On the third, horse number 7, Spaghetti, for Khalifa bin Shaila Al Kawari, and the trainer is Jasim Al Ghazali, and with Harry Pantley. On the fourth place, horse number 6, Raddad, from Oman, for Ahmed bin Abdullah Al Marzougi, and the trainer Ibrahim Al Malki, with Eduardo Betroza. On the fifth, horse number 3, Karab, for Khalifa bin Shaila Al Kawari, and the trainer Mohammed bin Jassim Al Ghazali and Pierre Convertino in board. Mabruk. سيد عبد الله الكباسي لتتويج الفائزين بالشوط الخامس تجريبي السيف للخيل المهجنة الأصيلة إيلين مونرو. ولدان الفائز بهذا الشوط، وتفضل السيدة ألكساندرا نيابة عن المدرب جوليان سمارت. ولدان. كما يتفضل السيد عبد الرحمن المنصوري مدير مربط الشحانية ليتسلم جائزة الملك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني. ألف مبروك الفوز.
الشوط الخامس التجريبي السيف للخيل العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر. ابتسامة مميزة طبعا للسيد عبد الرحمن المنصوري مدير مربط الشحانية، وصورة تذكارية مميزة للخيل والخيال